يأتي الملك فيدون هذا العمل، ثم هذا العمل يرفع فتفتح له أبواب السماء، ثم إذا قبضت الروح جاء هذا العمل يذكر ملك الموت، فيستحيي ملك الموت أن ينزع الروح بغلظة فيرفق بها. فإذا وضع المؤمن في قبره وحلت عنه أربطة الكفن وجاء الملكان يسألانه، جاءت أمثال هذه الأعمال الصالحة تثبيتا من الله عز وجل له. قال الله تبارك اسمه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.